النهاردة إن شاء الله هناخد محاضرة البولت والنات، في بداية طبعا لازم نعرف اللي هو الاندستريال ستاندرز، الستاندرز الصناعية الرئيسية في العالم. عندنا طبعا اول حاجة طبعا البريتش ستاندرد، الستاندرد البريطاني، الستاندرد الصناعي البريطاني، في بعد كده الستاندرد الفرنسي الفرنش ستاندرد، الجيرمان ستاندرد اللي هو الدين، ده الستاندرد الالماني، الستاندرد طبعا الايطالي، الامريكان ستاندرد طبعا اللي هو الانسي، الراشن ستاندرد اللي هو الار اس، التشيك ستاندرد، الستاندرد التشيكي، والجابانيز ستاندرد الستاندرد الياباني. لو هنتكلم على السكرو ستاند، السكرو ثريد، هنتكلم على الالوز، فالالوز بيبقى هذا الشكل بتاعه، في هنا نومينال ديامتر او القطر الخارجي والقطر الاسمي، بعد كده هنا في القطر الداخلي اللي هو الفرق ما بين، هنا طبعا السنة بتاعة الالوز، هنا الكريست اللي هي القمة، وهنا الروت اللي هي الجدر، الديامتر الداخلي اللي هو الفرق ما بين 2 روت، البيتش اللي هي الخطوة زي ما قلنا، بيتش اللي هي الخطوة اللي هي الفرق ما بين سنتين، ده بالنسبة لي زي ما قلنا الأوتسايد ديامتر أو النومينال ديامتر، السريد أو الألوز بيعرف بيه الأوتسايد ديامتر أو القطر الخارجي، ده انترنال سريد، ده ألوز داخلي وده ألوز خارجي. الألوز الداخلي ده بيبقى للصواميل، والألوز الخارجي بيبقى للمسامير. ده الايزو بيزك ثريد فورم زي ما قلنا، هنا ده الكريست قلنا اللي هي القمة بتاعة السنة، وده الروت الجذر بتاعها، وده البيتش طبعا اللي هو الايه الخطوة اللي هي الفرق ما بين سنتين، مسافة ما بين سنتين. هنا الجدول ده بيوضح لك علاقة النومينال ديامتر أو القطر الاسمي اللي هو زي 16، طبعا بنتكلم على 16 مللي، 20 مللي، 24 مللي، 30 مللي، 36 مللي، بيتكلم على العلاقة بين القطر الاسمي أو النومينال ديامتر والبيتش أو الخطوة. يبقى أنا ممكن يكون عندي مسمار ام 16، ام رمز متريك سيستم، يبقى هنا المتريك الام 16 عندي ممكن يكون بخطوة بعدد 2 خطوة، 2 ملي، 1.5 ملي، ام 20 ممكن يكون 2.5، 1.5، وهكذا. يبقى دي علاقة الايه، طبعا الخطوة علاقتها بالقطر الاسم بتيجي من جداول زي الجدول ده. الرسم بقى عايزين نرسم الألاووز، طبعا الألاووز زي الشكل اللي قدامنا ده، ده عبارة عن ستاد أو جويط، بيبقى عبارة عن ألاووز من الناحيتين عشان بيربط حاجتين مع بعض. ما بنرسمش الرسم ده، ده مجرد بس في الإلستريشن أو الإلستريتيف دروينج أو الرسم التوضيحي عشان نوضح على ورقة أو نوضح كده رفلي على ملخص او اي حاجة، لكن كرسم هندسي هو ده رسم الايه الالغوص بتاعنا، هذا هو. يبقى ده الخطين دول بيمثلوا، الخطين دول ده وده بيمثلوا القطر الخارجي، الخط ده والخط ده بيمثلوا القطر الداخلي، تمام. وده نهاية الألاووز اهي، ده اللي هو طرف الألاووز من الناحيتين بيبقى راوندد. طب كل المقاسات دي هنعرف ازاي نرسمها. بنرسم ده وده الفرونت، برسمه في السايد فيو. الألاووز القطر الخارجي بيمثل بيه او بيترسم دايرة كاملة
القلوز الداخلي بيترسم دايرة ناقصة زي ما انت شايف، ده القلوز الخارجي. القلوز الداخلي العكس، اللي هي اي ثقب مقلوز او بالنسبة للنط او بالنسبة للصامولة، القطر الخارجي بيبقى الدايرة الناقصة والقطر الداخلي بيبقى الدايرة الكاملة، ده في القلوز الداخلي. لكن ده القلوز الخارجي، ده في حالة المسامير وده في حالة الصواميل او الاتقاب اللي هي او الخرام اللي هي المقلوظة. علاقة لينس اوف ثريد، علاقة طول القلاوز بطول المسمار. هل القلاوز بطول المسمار كامل ولا في جزء متقلوظ وجزء زي ما احنا شايفين هنا؟ هنا ده المسمار، الجزء ده بس اللي متقلوظ والجزء الباقي عادي. طيب ده اجيبه منين الطول بتاع القلاوز ده او طول الجزء المتقلوظ ده اجيبه منين؟ من الجدول. لو احنا عندنا لينس اوف بولت اللي هو الطول الكلي للمسمار، الطول الكلي اهو، طب الطول الكلي للمسمار بيساوي اقل من او يساوي 125 ملي متر، يبقى طول القلاوز او الجزء القلاوز 2 دي زائد 6 ملي، حيث الدي هو النومينال دايمتر او قطر الاسم. لو اكبر من 125 لحد 200 ملي متر بيبقى 2، بيبقى طول القلاوز 2 دي زائد 12، اكبر من 200 ملي بيبقى 2 دي زائد 25. هنا ده التلات مكونات بتوع الرابطة الميكانيكية اللي هو البولت، مسمار، السداسي الرأس، الوردة والصامولة. مثال لرسم المسمار، draw to scale 1:1 the front view and side view of hexagonal headed bolt of diameter 30 mm. يبقى هنا ده ايه؟ ده النومينال دايمتر بتاعه. keeping the axis parallel to HB and VP the length of the bolt is 120 mm، طول القلاوز 120 mm. يبقى هنا ادي المعلومتين اللي انا طلعت بيهم، ان هو نومينال دايمتر بتاعه 30 ملم، يعني ام يعني انا برسم دلوقتي او هرسم مسمار ام 30 و طوله 120 ملم. ببدأ الاول ارسم ام 30، برسم دايرة قطرها 30 اللي هي الدايرة دي، دايرة دي خارجية دي. بعد كده ال inner diameter القطر الداخلي بيساوي 0.8 دي، يعني 0.8 في 30 يعني 24. هرسم دايرة مش كاملة، دايرة ناقصة قطرها 24 اللي هي الدايرة اللي جوه. بعد كده هرسم الدايرة اللي هي فيها الرأس السداسي اللي هي الدايرة دي، الدايرة دي قطرها كام؟ 1.5 دي زائد 3 يعني 48، يعني 1.5 في 30 زائد 3 اللي هي 48. يبقى ادي الايه؟ ادي الدايرة اللي هي بتاعة رأس المسمار. بعد كده بعمل ممسات بمثلث ال 30-60 عشان ارسم السداسي بتاعي زي ما احنا شايفينه اهو بالشكل ده. القطر هنا بتاع الراس 1.5 دي زائد 3. بعد كده بنخش على، لو ده الليفت هاند بخش على الفرونت بنرسمه بقى. عندي النقطتين دول، النقطة دي والنقطة دي اللي هما النومينال دايمتر، اللي هما النقطة دي والنقطة دي. ابتدي من النقطة دي ارسم
طول شانك لينس ده اللي هو مدوني في المسألة اللي هو 120، 120 من أول هنا لحد هنا، مسافة 120. بعد كده ادي القطر بتاعي اهو اللي هو ده 30 فاي 30، القطر اللي جوه اللي هو فاي 24 اللي هما ده القطر الداخلي. طول الألوز هنا كام طبقا للجدول اهو؟ الجدول كام؟ اقل من 125، يبقى 2 دي زائد 6، يبقى هنا هيبقى هنا طول الألوز 2 دي زائد 6 يعني 66 مل، من أول هنا لحد هنا مسافة 66 أهو. يبقى الألوز هيخرج أدي الجزء المتألوز من المسمار، تمام. طيب هنا بقى الجزء طرف المسمار هنا راوند واخد شكل دائري، الدايرة بتاعته الراديوس بتاعها كام؟ ار بتساوي دي، يعني ار بيساوي 30، يعني هقف من هنا وعلم 30، مسافة 30 هيديني هنا المركز بتاعها، اقدر ان انا ارسم دي. بعد ما رسمت دي برسم الخط ده، وطبعا برسم الايه اللي هو الالغوز الداخلي اللي هو ده، وهنا باجي بديله كيرف راونديشن من هنا يبقى فري هاند. كده انا خلصت الجزء ده، فاضل الراس بتاعت المسمار. ارتفاع الراس 0.8 دي يعني كام؟ يعني 24، يعني المسافة هنا دي كده دي 24. بسقط بقى النقطة دي والنقطة دي، دي الراس المسمار اهي السداسية، بسقط النقطة دي والنقطة دي هيدوني النقطة دي والنقطة دي لمسافة كام؟ لمسافة 24. وباجي برضو من هنا اروح جاي ار بيساوي دي، برضو نفس الكلام اللي هي دي بيساوي دي برضو، اروح واقف هنا واخد 30 واعمل ايه الراونديشن ده، ومن النقطة دي تقاطع دي ودي النقطتين دول برسم كيرف يمس الخط ده اهو بأي شابلونة عندي، وهنا زاوية 30 بعمل هنا شطف بزاوية 30. أنا كده رسمت الراس المسمار. بس يا ريت طبعا واحنا اثناء الشرح ننفذها واحنا بنسمع الشرح. لو هاخد سيكشن في المسمار، هاخد سيكشن يبقى اهشر الجزء اللي هيتربط، ولكن لا الصامولة ولا المسمار لازم مش هيتهشر، بستثنيهم من التهشير. لو هتكلم على النط الصامولة، لو انا هنا دروس ريفيو اوف هكزاجونال نط ام 24 وبيتش 3 مل، يبقى هنا ادي الايه ادي النط مرسومة. الفرق بين النط هو نفس رسمة البولت، ادي ده ال 24، او لو قلنا مثلا لو هي القطر بتاعها مثلا زي المسألة اللي فاتت 30 مثلا، يبقى هنا ده ام 30 اهو، وده ال 24 مثلا، وده برضو 1.5 دي زائد 3، وهرسم برضو السداسي وارجع اسقط كل النقط هنا وارجع كل النقط هنا. الفرق الوحيد ما بين النط والبولت ان طول ان ارتفاع الصامولة اعلى من المسمار بيساوي دي،
هناك كان في المسمار بيساوي 0.8 دي، لكن هو نفس الايه الطريقة بتاعت الشغل. بالنسبة للوشر، بالنسبة للوردة، الوردة بيبقى القطر الداخلي بتاعها دي زائد 1، يبقى الديامتر بتاع المسمار زائد 1. يعني لو هنشوفها على المثال اللي فات، يبقى 30 زائد 1 يبقى 31. القطر الخارجي بتاعها 2 دي زائد 3. يعني لو هنطبق على المثال اللي فات، يبقى 2 في 30 ب 60، يبقى 63. يبقى هنا 63 ارتفاعها كام؟ دي على 8. تمام، ده الايه ده بالنسبه للوشر، ادي الرسمه بتاعتها. لو اخد بقى التلاتة مع بعض، هرسم التلاتة مع بعض، هرسم المسمار والصامولة والوردة مع بعض، بيبقى شكلهم عامل ازاي؟ ادي بيبقى شكل ده اللي هو المطلوب منك ان انت ترسمه في الامتحان. ادي البولت، وادي النط، وادي الوشر في الفرونت فيو وفي السايد فيو وفي التوب فيو. لما هاجي ارسم حاجه زي كده لازم ابتدي الاول بالشكل السداسي عشان اعرف اسقط كل النقط دي بالنسبه لي موجوده معايا. طبعا البروبلمز هتبقى في الشوب دروبنج، هتستخدم كل الكلام ده علشان في الشوب دروبنج اللي هو بتاع شابتر 8، على اساس ان احنا بنوصل نربط الكاميرات والأعمدة مع بعض بواسطة البولت والنط زي ما احنا شايفين. وادي نهاية المحاضرة، وشكرا لحسن الاستماع.